بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، نحييكم بأجمل تحية من أرضية هذا الميدان، من ميدان الكويت، من البطولة 16 في هذا اليوم المميز. دعوني أسير إلى المقدمة وأتابع المركز الأول بطلاقة الشوط 16 في هذا اليوم. دعوني أسير إلى المقدمة وأتابع الصدارة في هذه اللحظات هنا على المركز الأول في هذه اللحظة المميزة على البداية. ملاك المبارك بن خميس بن متروك المسوير الهاجري على البداية في هذا التحدي المميز. المركز الثاني هناك على ثاني المراكز القادم في هذا التحدي وفي هذه اللحظات بنت النمر لمحمد بن حمد بن طفلة المري على المركز الثاني والمركز الثالث. بدأ الانطلاق في هذه اللحظة وفي هذا التحدي المميز في هذا الشوط. يا سلام من قبل سليل لعلي بن محمد بن فهيدة الفهيدة المري على المركز الثالث والمركز الرابع. بدأ الانطلاق في هذه اللحظات من قبل كذابة لعبد الله بن فضي بن ثابت النومسي على المركز الرابع في هذا التحدي. والمركز الخامس بدأ الانطلاق في هذه اللحظات على خامس المراكز في هذا التحدي وفي هذا الشوط من قبل ملاك المبارك بن خميس بن متروك المسيوير الهاجري على المركز الخامس في هذا الشوط. ولكن نعود إلى المقدمة، إلى البداية، إلى الصدارة في هذه اللحظات. يا سلام، هنا اليذابة، اليذابة على المحطة الأولى في هذه اللحظات لعبد الله بن فضي بن ثابت النومسي على المركز الأول في هذا التحدي وفي هذا المسار المميز. ما شاء الله، شوف العرض الرائع اللي يتقدمه في هذه اللحظة وفي هذه الانطلاق اليذابة على الصدارة في هذا الشوط. الله، المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات بنت النمر، بنت النمر على ثاني المراكز لمحمد بن حمد المري على المركز الثاني. ولكن اشوف التدخل في هذه اللحظات على ثالث المراكز في هذا التحدي وفي هذا الشوط من قبل مروة لحمد بن صالح بن حمد بن محمد الحول على المركز الثالث في هذا الشوط. المركز الرابع هناك على رابع المراكز بنت النمر تقدم هنا هذا العرض المميز لمحمد بن حمد بن محمد المري على المركز الخامس في هذا التحدي. ما شاء الله تبارك الله على هذا الرقص في هذا الصباح. ولكن السيارة بالانتظار، ولكن هنا على المقدمة وعلى البداية في هذه اللحظات. الله يا البداية، الله يا التحدي. شوف الرقص المميز هنا على الصدارة في هذه اللحظات كالمودة لفالح بن عبد الرحمن بن سلطان بن قبضة على المركز القحطاني على المركز الأول في هذا الشوط. ليها بالمركز الثاني في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق المميز من قبل مروة لحمد بن صالح بن حمد بن محمد الحول على المركز الثاني في هذا الشوط. ولكن أعود إلى المقدمة، إلى البداية، إلى الصدارة في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق المميز. الله يا البداية، الزعيمة على البداية وفي هذه اللحظات على المركز الأول لمحمد بن سعيد بن حمد البريس المري على البداية في هذا الشوط. الله، المركز الثاني هناك على ثاني المراكز الجنوبية لبطي بن محمد بن بطي الحسناء المري على المركز الثاني في هذا
الشوط المركز الثالث، هناك شعيلة على المركز الثالث لمحمد بن عتيق بن شامس المري العامري على المركز الثالث في هذا الشوط، ولكن أعود إلى المقدمة إلى البداية إلى الصدارة في هذه اللحظات، الزعيمة على المقدمة وعلى البداية في هذه اللحظات لمحمد بن سعيد بن حمد البريص المري على البداية في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق المثير، ما شاء الله تبارك الله على هذا العرض المميز اللي يتقدم الزعيمة على البداية وفي هذا التحدي المميز، يا سلام الله هنا على المقدمة وعلى البداية في هذه اللحظات، الزعيمة لمحمد تفوز بالسيارة في هذه اللحظات، الزعيمة على البداية لمحمد بن سعيد بن حمد البريص المري على البداية وفي هذا الشوط، يا سلام المركز هنا على البداية تحصد هذا الناموس وتصل إلى البداية وتهدي هذا السلام إلى المملكة لحظات وصولها إلى خط النهاية، معلن الفوز والانتصار المركز الثاني. المركز الثاني كان من نصيب فعايل لجابر بن ربيع من صالح المري، والمركز الثالث كان من نصيب تحية لحمد بن جار الله بن محمد البريدي، والمركز الرابع